prends ça, tu prends ça. Je te mets, je te mets. بسم الله الرحمن الرحيم. مراجعة سريعة جدا للهيد ونك سكال بالذات نتكلم عليها اليوم. العظام اللي عندي في الهيد ونك هي عظمة سكال كاملة اللي قدامكم هي، وتحتك عظمة الهيويد حناخدوها بالكامل توا، وكذلك السيرفايكال فيرتبري اللي هم عددهم قداش 7 سيرفايكال فيرتبري. نبدو بأول عظمة هي عظمة الهيويد. العظمة هذه هورس شو زي حدوة الحصان أو يو شيبد زي حرف يو. العظمة هذه عندها بادي اللي هو هذا، عندها زوز قرون هذا اسمه لسر هورن هو، وهذا اسمه جريتر هورن ماشي. وعندي العظمة هذه اللي هي تيوبركل بتاعت الجريتر هورن ما نبيهاش، جريتر هورن لسر هورن أند بادي. شنو يشد في العظمة هذه؟ هلبة مش وقتها متوه، حنقولهم بعدين. ستايل هيويد وهيويد الهيويد سرهيويد جين هيويد هل بقى سامي هاي بروسس مش عارف ماي هيويد زي قصرك مصر، هل بقى الحاجات شادين مش وقتها متوه. خلونا في الموضوع المهم، خلينا تعرفوا الاعضاء بعدين سهل. صار العظمة هذه عظمة هيويد وكملنا منها باهي، نجو لباقي الاعضاء وليكن السيرفايكال فيرتبري. هما السيرفايكال فيرتبري عددهم باهي 7 سيرفايكال فيرتبري. هما السبعة سيرفايكال فيرتبري ما يميزهم عن اي فيرتبرا تانية ان لازم فيهم فورمن، يعني اي واحده تعجبك. هذه سيرفايكال واحد الترانسفيرس بروسس في فورامن، هذه اثنين فيها فورامن، وثلاثه فيها فورامن هو، لين توصل 7 برضو فيها فورامن. فاول حاجه نقولها انك انت باش تعرفها انها سيرفايكال يلزمك ان يكون فيها فورامن في الترانسفيرس بروسس. بتسالني ليش هذا الفورامن يخش من ارتري اسمها فيرتبرال ارتري، لكن يلزم نقولوا معلومة مهمة ان الفيرتبرال ارتري ما يخشش في 7، يبقى 7 فيها الفين وما فيهاش الارتري. نتكلم على السيرفايكال فيرتبري من يمر فيها. طبعا الفيرتبرال ارتري حناخدوه بالتفصيلة لكن كلمة عليها على السريع. فيرتبرال ارتري برانش من الفيرست بارت سبك ليفي، هذا سبك ليفي. كيف طالع فيرتبرال كها؟ يمشي يفوت 7 يخش في 6 5 4 3 2 لين يخش الواحد هنا، وواحد هنا بيطلع منها وبيخش لانتراكرانيال. فقسموه اجزاء قبل يخش الفرتبرا نسموه فيرست بارت، لما هو في الفرتبرا نسموه سكند بارت، لما هو فوق الاطلس بسبب اوكسيبيتال تريانجل نسموه ثيرد بارت، لما خش سكال نسموه فورث بارت. من توا قولوا ان الترانسفيرس بروسس وسطهم سكند بارت او فيرتبرا بارت. والاطلس هذه اول فقره فوقها ارش او فوقها جروف للثيرد بارت فيرتبرال ارتر في فين، نعم الفين ينزل في كل الفيرتبرا حتى 7، وبالتالي الترانسفيرس بتاع 7 في فين وفي شيء باقي عندهم فقط الارتري، عندهم الارتري كلهم والفين. نجي انا تو عرفت ان كل واحده فيها ترانسفيرس بروسس باهي، تو الباقيات شن فيه عادي زي اي فيرتبرا. الفيرتبرا نعرفها المفروض الفيرتبرا اللي نعرفوها من قبل ان فيها سباين، هذا سباين المفروض يكون بيفد لو كان تيبيكال، بيفد بمعنى مقسوم على خاطر يشد الليجامنت المدوكي. المفروض يكون جنبه في لامينا، هذه اللامينا، وهذا البادي جنبه بيديكل، يبقى هذا البيديكل، صار البادي جنبها بيديكل والسباين جنبها لامينا، وهذه سوبيريور ارتيكولار بروسس اللي تعرفوها قبل، وهذه انفيريور ارتيكولار بروسس هي. وشن في تاني؟ هذا كل الاخضر هو ترانسفيرس بروسس، شنو وسطه فورامن، وفي زوز تيوبركل ما قلناهاش قبل anterior tubercle بتاع transverse process posterior tubercle بتاع transverse process. احنا مش مطالبين بكل هذه التفاصيل، احنا في العمل ديما يا بنجيبوا لامينا يا بنجيبوا بادي يا بنجيبوا سباين، وديما نقول نكتبوا هي تيبكل ولا مش تيبكل. من هم مش تيبكل؟ قلنا 1 و2 و7 مش تيبكل. 7 دنبه الوحيد ان السباين مش مقسوم، اذا لما نعرفه 7 نعرف ان السباين مش بيفد. كيف عرفنا سيرفايكل من في فورامن؟ كيف عرفنا 7 ان ما هوش بيفد؟ صار عيب 7 ان ما هوش بيفد سباين مش مقسوم، الباقي بيفد. فثلاثة شوف 3 و4 و5 و6
اسمهم تيبيكال سيرفايكال فيرتبروسار. اذا نجي نقول لك منهم التيبيكال نقول من 3 الى 6 تيبيكال هذو. يبقى منهم مش تيبيكال 1 و2 و7 خلينا نحاول التيبيكال خلاص. اللي مش تيبيكال عاد اللي مش تيبيكال 7 عرفنا شن دمبه دمبه انه هو نط بيفت. نجوني دمب الثانيات هي دمب واحد انا ما عندها شيء فقط عندها انتيريور ارش بوستيريور ارش كبير ما هو على اساس بيدير سباين كبير انتيريور ارش صغير بوستيريور ارش كبير هذه اسمها لاترال ماس الكتله الجانبيه ترانسفيرس بروسس وعندها فورامن هذه ارش وهنا بالضبط في جروف فور فيرتبرال ارتري ثيرد بارت ما عندهاش بادي رد بالكم يعتبر الدنس هذا هو البادي بتاع واحد في الامبيريو ينزل يبقى اثنين ميزتها ان هي عندها بادي زياده هو عندها بادي عادي وعندها بادي اسمه دنس او اودونتويد بروسس والباقي عاديه صار هذه اثنين اي شفتوها في هذا اسمه اودونتويد بروسس فيرتبري كان عاديه بما ان هذا سباين شن جنبه لامينا وهذا المفروض انه بادي شن جنبه بيديكل وهذا سبير ارتكولر ولوتا انفير ارتكولر هذا ترانسفيرس بروسس اللي فيه شنو فورامن هذا منو هذه ترانسفيرس بروسس انترفيرتبرال فايبروكارتيليج جوري هذا اطلس هو اطلس شن فيه زي ما قلت لك فيه انتيرير ارش فيه بوستيرير ارش وجنبه هيك شو المفروض في لامينا ولا باي هذا بصير ارش كله هذا التيوبك اللي سما فيها بصير تيوبك الدروحه بتكون شني سباين هاي شو اسم الماس هذه لاترال ماس ولا لاترال ماس هذه معها اتحاد مع الاكسوبيتال كوندايل هذه شنو هذه ترانسفيرس انا كملت اما واحده هذه اطلس واطلس يقسموا فيها الكافيتي من داخلها في لك بتشد هيك مخلي فيها انتيرير بارت صغير في الدنس وبصير بارت كبير في مورفي طبعا سباين كورد انا كملت عظمه الهايويد وكملت عظمه شنو الاطلس كله سوري عظمه الهايويد وعظام الفرتبر كلهم خش على حاجه ثانيه عظمه سكال هي عظمه سكال الصعوبه اللي فيها ان ناخذ فيها على هيئه نورما او فيو هذا الفيو اسمه انتير فيو سميناه نورما فرونتالز نورما لاترالز نورما اوكسيبيتالز نورما فيرتيكال جاي من فوق نورما بيزالز من لوطه فعندي 6 فيو فيو من لوطه بيزالز من فوق وفالز من جهه اليمين جهه اليسار لاترالز الجهه الاماميه فرونتالز والجهه الخلفيه اوكسيبيتالز ومن داخل لما تخش تكسر سكال اسمه انتيريور الجزء الداخلي هو اللي هو كرانيال كافيتي ماشي نبدا باول نورما هي نورما فيرتيكالز عباره عن 3 عظيمات هما 4 قصدي العظمه القداميه كبيره اسمها فرونتال بون اكبر من العظمه الخلفيه اسمها اوكسيبيتال بون طبعا سكال كيف نقسمه فيها سوري اول حاجه نقسمه ان الجزئيه هذه كلها اسمها كرانيوم او نيور كرانيوم هي لان فيها دماغ والجزء اللي ما لونتاش قاعد لوطه هو اسمه فيشيال بونز او اسمه فيزرو كرانيوم فيبقى عندي زوز كرانيوم نيورو كرانيوم وعندي فيزرو كرانيوم بيش بديت بالنيورو كرانيوم هو نورما اللي عندي هذه تقسيمه المندبل هو ذا اونلي موبايل بارت في السكال كله من هذا المندبل خلينا ناخذ ماله الاول هي المندبل شنو وسطه شوف عنده ريمس عنده بادي ريمس وبادي بينهم انجل هي ماشي نجو الريمس قبلها هي الريمس قدامها انتيريور بوردر اللي ينزل يولي اوبليك لاين وراها بوستيريور بوردر هي اللي تنزل تولي انجل هذا منو بادي فيها سوبيريور بوردر اللي هي اسمها الفولار مارجن وفيها انفيريور بوردر هي اللي اسمها شنو اسمها اللي اسمها بيز اوف ذا مانديبل البيزه صار عندي هذا المانديبل سما معي هذه ريمس وهذه بادي الريمس شنو عنده من قدام انتيريور بوردر من خلف سيريور بوردر هذه مانديبلر نوتش نتش بتاع المانديبل هذا كورونويد بروسس هذا كوندايلويد بروسس او كوندايل اللي هو الهيد بعد الهيد في نك هيد نك كورونويد مانديبلر نوتش ريمس انتيريور بوردر سيريور بوردر وعرفت الباقيات خش من داخل ترى طبعا سوري في منتل فورامن لما قلت منتل بمعنى دقن حنتفكر ان في منتل تيوبركل اهمه وفي منتال بروتيربرنس ونجي من داخل عاد مفروض من داخل نلقى نقطتين مش نقطة نقطة سوبيريور جينيال تيبركل ونقطة انفيريور جينيال تيبركل ونلقى خط من داخل هو مايلو هايويد لاين
فوق فصة سبلينجوال فصة، تحت فصة أكبر سب مانديبولار فصة، والباقي فورمن باسم المانديبل اسمها مانديبولار فورمن، اللي جنبها اسمها لينجولا. مانديبولار فورمن تؤدي لقناة اسمها مانديبولار كانال، لو خشيت فيها تطلع من منتل فورمنك. أنا كميت عظمة المانديبل اللي هو الموبايل بارت اوف ذا سكال، ما نبيهاش بالعظمة، نبي بالفيو. هذه نورما فرونتال، نورما اوكس، نورما فيرتيكالز. هذا العظمة اسمها فرونتال بون، هذه العظمة اسمها اوكسيبيتال بون، هذه العظمة وهذه العظمة اسمهم بارايتال بون. تعال اوريك. هذه بالنسبة للسكال من فوق، باهي لما جيت تشرحها، هذا سوتشر اسمه ساجيتال كورونال سوتشر، كورونال لان جاي كورونال، هذا اسمه ساجيتال سوتشر، هذا اسمه لامدويد سوتشر. لما جيت تشرحها من ثلاثة هذول متقاطعات، تقاطع الكورونال مع الساجيتال يعطيك حاجة اسمها بريغما، تقاطع اللامدويد مع الساجيتال يعطيك حاجة اسمها لامدا. عارفين ان يوم من الايام كانوا مفتوحات، لما جيت تفكر تشرح السكال وهي صغيرة تعرف ان هذو كانوا مفتوحات وكانوا زي ما توها. شوف هما، وهذا شو اسمه، هيا كورونا، هذا ساجيتال، هذا لامدويد، هذه اسمها انتيريور فونتانيل، هذه اسمها بصير فونتانيل، هذه تاخذ 6 ل 8 اسابيع تتسكر، هذه من 9 شهور ل 7 ونص تتسكر. ماشي، جيت نقول لكم حاجه تو، في صوت شرنا ما اخذناش قبلها اسمه ميتوبك، ميتوب ميتوبش يعني ميتوبش، ميتوبك سوتشر، هذه يتسكر يقول منها بقايا فقط. صار لو جيت الفونتانيل، انتير فونتانيل، التقاء ميتوبك سوتشر مع زوز شنو كورونال مع واحد شنو ساجيتال، صحو. هذا بالنسبه لي الفونتانيل كيف مفتوحات. هذا منور، ما احنا المفروض ان في فورمن صغيره هنا، فورمن صغيره هنا اسمها بارايتال فورمن، يمر منها ايميشري فين، كملت نورما مليحه اسمها النورما فيرتيكالز، العظمه الكبيره اسمها فرونتال، العظمه هذه اسمها بارايتال، والعظمه هذه اسمها البارايتال، فيها بروز صغير اسمها بارايتال ايمينس، ايمينس بمعنى بروز، بارايتال ايمينس. ولازم تعرفوا حاجه، معلش لما ترسم سكال، لما ترسم سكال هيك، هذه الاور العين وهذا النوز، هذا اللويد ومستويد، وهذا الزيجوماتيك، وهذا المانديبل، وهذه باقي. شوف اعلى نقطه في السكال هي لما تحط قياسك هيك، جبت قصورك، اعلى نقطه في السكال اسمها فيرتكس بمعنى قبوع، عادي فيرتكس اعلى نقطه في السكال. صار اعلى نقطه في النورما فيرتيكاليس شو اسمها فيرتكس، وابرز نقطه في جنابك ايمينس، برات الايمينس. هذه اما نورما كملناها، هذه اسمها ميشري فين، يمر فيها بحاجه اسمها سوري اسمها برايت الفورمن، يمر فيها ميشري فين. انا كملت نورما اسمها نورما من فيرتيكالز، ما شاء الله عليكم. حد عنده فيها سؤال يا اولاد؟ جميله. نورما هي لاترالز، لازم تعرف ان فيها فونتانيل هنا مفتوحه وصغيره العين، وفونتانيل ثانيه، الزوز نوعها لاترال فونتانيل، الزوز هذه فونتانيل وهذه بستير فونتانيل، صح؟ هو انتير فونتانيل اتسكرت اصبح اسمها بريغما، بريغما بستير فونتانيل اتسكرت اصبحت لامدا، صار لما مفتوحة اسمها فونتانيل، مسكرة اسمها بريغما او لامدا. هذه اسمها انتيرو لاترال فونتانيل، بوستيرو لاترال فونتانيل، وهذه استرنا يا ستار اسمها شنو؟ استيريون. فاذا تيريون استيريون زي ما اخذناهم وشرحناهم، تيريون هي الويكست اريا اوف ذا سكال لما تتسكر، هذه اما نورماني لاترالز. طبعا بتجي تقول لي كيف شكل هاللاترالز وكيف ما شكلهاش وشن فيها وما فيهاش والفرونتالز كيف شكلها، نبدايكم بشوي بشوية بأول نورما اللي اسمها نورما لاترالز. نورما لاترالز فيها مجموعة أعضاء، خلينا نسميهم قبل، هي العظمة هذه يسموا فرونتال، بارايتال، أوكسيبيتال، تيمبورال، مانديبل، ماكزيلا، زيجوماتيك، سفينويد.
نيزل بون هذه المجزلة، لاكريمال بون، اتمويدال بون. طبعا اكيد خاطركم تعرفوا كيف سميناهم بالضبط وهل كلامي منطقي ولا مش منطقي. تعالوا شوفوا معي هاي انين في نورمال لاترالز، قاعده فرونتال، قاعده بارايتال، قاعده اوكسيبيتال بان، زدناها تمبرال، جريتر وينج اوف سفينويد اللي هو عظمه سفينويد، زيجوماتيك، مانديبل، مجزلة. لكن ما زال عندي نيزل بون، ما زال عندي لاكريمال بون، ما زال عندي اتمويدال بون. هذه اما بون، اما نورما لاترالز. النورما لاترالز ما بيش نكتر دو عليها، احنا في مراجعة سريعة. المفروض في تمبرا فصة كبيرة هنا اسمها تمبرا فصة هي. اذا فوقها حيكون تمبرا لاين، هذا اسمها سوبيريو تمبرا لاين، هذا اسمها انفيريو تمبرا لاين. نقطة في ارش اسمها زيجوماتيك ارش اللي هو هذا هو. جميل. في الاتش شيب اشهر منطقة هي اسمها تيريال، هي اللي كنا نتذكر بشكل فونتالي، هي عبارة عن مشاركة من الفرونتال بون مع البارايتال بون مع التمبرال بون مع السفينويد. السفينويد مشارك بحاجة اسمها جريتر وينج اوف سفينويد، والتمبرال مشاركة بسكويموس بارت اوف تمبرال بون، هذه اسمها استيريال. الاستيريال التقاء هذا وهذا هيك مع بعض. جينا هذه اكسترنال اوديتوري ميتوس اللي هي فتحة الاذن خارجية. هذه مستويد فورمال، مو هذه العظمة اسمها مستويد، هذه العظمة اسمها ستايلويد، هذه تمبرال. ستايل مستويد بين فورمال هي اسمها ستايل مستويد فورمال. اذا الفورمال اللي عندي ستايل مستويد فورمال يمر فيها رقم 7 فيشير نيرف ومعها ستايل مستويد ارتري. هذه مستويد فورمال يمر فيها انيشال فين، احطها كالاتي: فورمال تسمى ستايل مستويد فورمال، وفورمال ثانيه اسمها مستويد فورمال انترنال اوديتوري ميتوس. نجو لزيجوماتيك. زيجوماتيك في 3 حفرات، هذه حفرة اسمها زيجوماتيك وفيشيال، حفرة من داخل هنا في الأوربت زيجوماتيك وأوربتال، حفرة جهة التمبرال اسمها زيجوماتيك وتمبرال. يا أولاد في عصب هنا اسمها زيجوماتيك وفيشيال نيرف بيطلع، في عصب هنا زيجوماتيك وأوربتال نيرف بيطلع، في عصب هنا زيجوماتيك وتمبرال نيرف. صار زيجوماتيك بروحها فيها 3، هذا يطلع رقم 7، هذا يخش فيها من الشريفين، وهذا يخش فيها كعضو من عضو ذات تقريبا. هذه منتل فورمن، هي منتل فورمن اللي فيها منتل نيرف ومنتل فيزل. اما نورمان ايه؟ لاترالز. ما شاء الله عليكم. نجو لنورما ثانيه وتكون نورما اوكسيبيتال. انت من خلف هو عندك الاتي: عندك قاعده مستمر ساجيتال، قاعده مستمر لامدويد، بيناتهم اللامدا، وهذا الفورم اللي قلنا نحكي عليها بكريزوز برايت الفورم قاعدات موجودات اللي برضه اللي من خلف تمبال باين منها حاجه اسمها ماستويد بروسساي خلف الاوضه البكري. من هذه ماستويد سمي عليها كيف؟ هذه هي سميها برايت ماستويد، هذه اوكسيبيت ماستويد سوتشر. صار هذا اوكسيبيت ماستويد سوتشر، هذا شنو برايتو شنو ماستويد، وهذا لاندويد سوتشر، هذا سجل. برافو عليكم. عظمة الأكسبت شوف شو فيها يا أولاد، فيها خط وتحت خط، خط وتحت خط، اسمها external occipital بهي سوري نوكل، هذه اسمها superior نوكل لاين، هذا اسمها inferior نوكل لاين، الكازوز نوكل لاين معنا في هايست لاين ما يبعش بعضه، superior نوكل لاين من جهتين، inferior نوكل لاين من جهتين. تلاقوا هنا هذا البروسس اسمها external occipital protuberance، وده كريست اكستيرنال اوكسيبيتال كريست. هذا بالنسبه اما نورما هذه بسرعه شوي اكستيرنال اوكسيبيتال بروتيربس اند كريست سيفير لوكال لاين فير لوكال لاين ماستويد اوكسيبيتال ماستويد برايت ماستويد لامدويد لامدا ساجيتال وهذا اوكسيبيتال كوندايل. انا كملت اما نورما اوكسيبيتالس يقعد لي نورما فرونتالس وما تمحت مشكله. نورما فرونتالس شوف فيها سوبرا اوربيتال فورامل يمر منها سوبر اوربيتال نيرف اند فيزل، انفرا اوربيتال فورامن يمر منها انفرا اوربيتال نيرف اند فيزل، منتال فورامن يمر منها منتال نيرف اند فيزل، وماشي في خط واحد. ثلاثه زيجوماتيك، زيجوماتيك فيشن، زيجوماتيك اوربيتال، زيجوماتيك تيمبرال ولا، وثلاثه كبار اوربيتال ونيزل وكذلك اورال اوبنينج. تمام تميت حفرات شيء مر فيهم، هادو أعصاب باسمهم، هادو نيرف فيزل باسمهم، وباقي لا. شوف يا عظام يا سلام، فرونتال بون مشهورة جدا،
شويه برايتر تمبر اللي بعد من هنا برايتر وينك هذا زي قمتك بون تبان هذا عظمة مزلة تبان وهذا عظمة المندبل شوفيها باقي العظمات اللي هم من حاجات انا نقول لك في نهايه خشمك منطقه نازله اسمها نيزيوم بين حواشبك الزوز منطقه مرتفعه اسمها جلابيلا وفي بقايا متوبك سوتشر اللي قلنا بكري المفروض قلنا يتسكر بما ان هذه نيزل بون ونيزل بون بيناتهم انتر نيزل سوتشر صح هو بعدين نجول عظمة المجزلة فيها مارجن هنا مشهورة اسمها الفلر مارجن زي ما هنا الفلر مارجن تاع المندبل بكري في هنا انتر مجزلري سوتشر تمام هذه ما اللي نحكي عليها تو بالنسبة لي سكال من قدام هذه طبعا سيمفيسز منتاي التقاء المنتل منتل بروتيرنس منتل كيبرك اللي قلناها بكري في المندبل امورنا على العال هذه اما نورما هاي بسرعة شوي ها بقايا انا سوتشر ميتوبيك المنطقة البارزة جلابيلا المنخفضة بين النوز انترنيزل العظمة هذه بيربيدوكلر بليت بتاع الاثمويد العظمة هذه خاصة اسمها فور هذه في النوز اسمها انترنيزل سباين حناخدها قدام هذا انترنيزلري سوتشر هذا سيمفيسز منتاي او مندبلر سيمفيسز هذا منتل بروتيبرنز هذا منتل بروتيبركيز انفيري بوردر اسمها بيز هذا انجل بتاع المندبل وسيري بوردر بتاع الريمس هذا زي جوماتيك ارش وهذه التمبر مش ثاني والتمبر لاين تاعتها اما نورم هذه كملت فرونتالس زوز لاترالس اوكسيبيتالس وش ثاني وبكر شوي كنت شرح لكم الانتيرير والبيزالس بيزالس اللي تبي يعرف عنها كلمتين بيزالس انت ما تتكلم عليه واحده من لوط هذه اخذناها بكري معلش شرحناها بالتفصيل نورما بيزالس اللي حضرت لكم اليوم نورما بيزالس هي شوف شو فيها فيها انتيرير بارت اللي فيه البلد فيها بوستيرير بارت اللي فيه الاكسوبيتال وفيها ميدل بارت اللي فيها البخرافيش نبدأ بالانتيرير بارت فيها انسايز فورامن هي فيها جريتر باراتاين فورامن لسر باراتاين فورامن هنا شنو يمر بقايات انسايز مع انسايز في بقايا جريتر لسر هذه جريتر باراتاين نيرف اند فيزل لسر باراتاين نيرف اند فيزل خليكم ترى البلد هو هذا اسمه باراتاين بروسس اوف ماكسيلا هذا اسمه هوريزونتال بليت اوف باراتاين بون يعني بكل هذه عظمه ماكسيلا مستمره وهذه عظمه باراتاين اكيد اللي بينهم باراتاين ماكسيلا سوتشر ماشي وهذا الموتيف ده سوتشر هناخذهم على البلد ما تخافوش انا مع الماوت لكن شد انتباهي حاجه مهمه تخيلوا هذه من هذه عظمه الفومر اللي قاسم الخشن زوز نفسه قدام عظمه شنو الفومر ما له هذا الزوز انا واخذها هو لاترال وميديال تيروغويد بروسس اللي هم احنا اخذناهم في الزيجوماتيك مش قلت انا اسفينويد قصدي مش في جريتر وينج اوف سفينويد شوف فوقها هي سترويد وشنو هي بادي وفي تيروغويد بليت لاترال تيروغويد بليت ميديال تيروغويد بليت لاترال تيروغويد بليت ميديال تيروغويد بليت وشنو نفس الخشم الزوز فومر اهما هادو نحبوهم هلبة في الاورد العظمة الوصية عظمة فومر العظمتين هادو ميديال تيروغويد بليت وهادو لاترال تيروغويد بليت لما تركب فوق تلقى ارتفاع اسمه هانجري بس عرفتوا وطبعا في فورم اللي بان انا قلت لكم بكري معلش شرحت بكري هذه فورم اوفال بان فورم سبينوزم هذا واضح انه ستيرويد هذا واضح انه ماستويد بيناتهم ستايل ماستويد فورم اهي ستايل ماستويد فورم اللي فتحت الاذن نفس العودات هذا الوحيد مش باين من فوق كاروت الكنال اهي يمر فيها الكنال كاروت شنو؟ ارتل هذه كسبت الكوندايل تعال خلينا نشوفهم الارض الواقع ترى قولوا معي هي نجيب اللوطة هاي تفضلوا معي هاي قولوا معي تو هذا البرت هذا الهارد برت ولا صح هو شو العظمه اللي مقسم الخشم هذه فوم اللي مش مصدقني هذه نفسها هي قاعده ملونه هي نفسها هي شفتها عظمه شنو هذه وهذا السفينويد لاترال وشن ثاني وميديال فلذلك هذه اما نورما يا اولاد بيزارس برافو عليك نورما بيزارس هذه هي شوف معي هي هذه العظمه مهمه جدا شنو هي عظمه فومر هاي فتحه الانف الخلفيه اسمها كونا هذه بوستيريور نزل سباين عشان قلت بوستيريور ما في وحده بكري انتيريور وهذه اسمها هاملوس يعني طلطوشه بتاع الميديل وهذه هاملوس بتاع منو يعني لاترال نهايتها هاملوس والميديل نهايتها هاملوس والفومر نهايتها سباين اسمه بوستيريور نزل شنو سباين قلت هذه فورمه نسر ما بيقولوا ما فيش فيها شيء
هذه كاوت الكنان اللي اخذناها بكري، هذه اوكسيبيتال كوندايل، وهذه القناه اسمها كوندايل الكنان. هذا باقي المعوضات سوبيريور لوكال لاين، انفيريور لوكال لاين، اكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرنس، اكسترنال اوكسيبيتال كريست. هذه عظمه المستوي، هذه عظمه شنو؟ ستايلويد، بينو ستايلويد مستويد، وهذه اللي هي اكسترنال ميتس، وهذا جروف يمر فيه اوكسيبيتال ارتري يكفي. انا اخذتها عشان اعرف انه هذه. توقف التصوير بارك الله فيكم.